أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أما الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما صدق الله العظيم. السلام عليكم، كيف حالكم أحبتنا الطلبة؟ هل أنتم بخير؟ تمام، هل صوتي واضح لديكم؟ إن شاء الله. تمام، الآن سنكمل آيات من سورة الملك. آيات سورة الملك، أعيد وأذكر، من حفظ آيات سورة الملك؟ أحسنت يا محمد، أحسنت، بارك الله فيك وفي تميزك. من أيضا؟ إذا من قرأها قبل النوم؟ من قرأها قبل النوم؟ أذكركم بقراءتها وبحفظها حتى نحصل على الأجر والثواب الجزيل من الله عز وجل. بارك الله فيكم. عندما ذكرنا في الحصة السابقة عن ماذا ذكرنا في الحصة السابقة؟ عن علم الله عز وجل وقدرته على علم ما في الخفاء وما في السر وما في العلن. تمام، والله عز وجل يعلم قدرته بالخلق وهو لطيف الخبير، وقدرة الله عز وجل في جعل الأرض وتيسيرها وتسهيلها والأكل من رزقها وبالنهاية العودة والعاقبة إلى الله تعالى. أأمنتم من في السماء؟ توقفنا إذن وإليه النشور. نكمل الآن من الآية 16 قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذن قدرة الله عز وجل هنا، ويقول للكافرين الذين ينكرون عذابه وينكرون وجوده وينكرون كل شيء في هذا الكون ويكفرون بالله عز وجل يخاطبهم لأنهم هم أنكروا، والخطاب لهم يكون بالاستفهام، أأمنتم من في السماء أن يخسف الله عز وجل بكم الأرض يهدمها عليكم؟ تمام؟ فإذا هي تمور، عند قدرة الله عز وجل إذا قال للشيء كن ماذا يكون؟ يكون، أليس كذلك؟ إذا قال بكلمة واحدة أن تنطبق السماء على الأرض بكلمة واحدة، بكلمة كن، قدرته على كل شيء بأقل من الثانية، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فوجه الخطاب هنا أأمنتم من في السماء أن يخسف يهدم بكم الأرض فإذا هي تهتز وتضطرب. لماذا؟ لتدمركم، لأنكم كنتم كافرين بها. أم أمنتم من في السماء، يعد الاستفهام، أن يرسل عليكم حاصبا. قدرة الله عز وجل، ما معنى حاصبا هنا؟ هيا لنعد النشاط، ما معنى حاصبا؟ هيا ما معنى حاصبا؟ أيوة النشاط يا رابع، ما معنى حاصبا؟ عندما أقول من الحصى مثلا، الحصو مهدتها لكم. هنا خطاب للكفار وبالأخص لكفار الحجارة. أحسنتم عبد الله، أحسنتم، الحجارة، بارك الله فيكم. عمرو عبد الله منتصر، شكرا لكم على المشاركة. يقول هنا قوله تعالى أم أمنتم يا كفار مكة الله الذي فوق السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تضطرب بكم حتى تهلككم. أم أمنتم أن الله الذي فوق السماء أن يرسل عليكم ريحا، ما هي الريح هنا؟ أن يرسل عليكم ريحا ترجمكم بالحجارة، الريح هذه محملة بالحجارة، فستعلمون كيف تنكرون هذا النذير الذي أرسل إليكم، الرسول الذي أرسلته إليكم لينذركم من هذا العذاب.
في هذه الحالة سوف تصدقون أن قول الله حق، تمام؟ فلم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. لو سألتكم سؤال، ولقد كذب الذين من قبلهم، هؤلاء الذين، هل يوجد ناس كذبوا الرسل؟ منهم، من الأمثل عليهم، من الأمثل عليهم، من الأمثل على الناس الذين كذبوا بالرسل، منهم؟ هيا، هيا، من هم من الأمثل عليهم؟ أحسنتم، قوم. إذا كذب الذين كانوا قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود، فكيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما بهم من نعمة بإنزال العذاب وإهلاكهم؟ قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، هؤلاء الذين كذبوا الرسل، كيف كان تغيير وإنكار عليهم؟ كيف كان بإنزال العذاب وإهلاكهم وسحقهم لأنهم لم يؤمنوا وكذبوا رسلهم؟ أحسنتم على مشاركتكم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا هكذا نكون قد علمنا بعض المعاني، وأشكركم على المشاركة، ونتوقف إلى هنا حتى نكمل حصتنا إلى الآية 18. كل يوم لو حضرتم آيتين فقط حتى لا يثقل عليكم التحضير، لو بالقراءة، بارك الله فيكم، فقط قراءة. إذا ننتقل الآن إلى درسنا في اللغة العربية، قرية النمل. هل أنتم مستعدون للدرس؟ نستذكر الآن، تحدثنا في الحصة السابقة أحبتنا الطلبة عن ميزات النمل بقدرته عز وجل، جعل من أصغر مخلوقاته درسا للبشرية في التعلم في النظام. نحن نعلم كم هو النمل يعلمنا دروسا بالنشاط، بالهمة، بالعمل الدؤوب، بماذا أيضا؟ بالنظام، بالسير المنظم، هذا كله ينطبق على عليها. الآن نعد قراءة الدرس، نعد قراءة الدرس لنذكر الأفكار الرئيسية هنا. قرية النمل، هل رأيت مجموعة من النمل وهي تسير؟ أرأيت ماذا تحمل؟ هل تعلمت منها شيئا؟ يتميز النمل بالذكاء وحب العمل، ويعيش في قرية في جماعات يحكمها نظام دقيق، تتنوع فيه الوظائف والأعمال، وملكة النمل هي التي تضع البيض، هي التي تضع البيض بيضة وترعاه حتى يفقس وتخرج منه اليرقات، ثم تنمو لتصبح حشرات كاملة. أما العاملات فهي إناث النمل، وهي التي تبني القرية وتشق الطرق فيها وتنظفها وتدافع عنها، والعاملات أيضا هي التي تجمع الغذاء، هي التي تجمع الغذاء. وقد ترى نملة تحمل ما هو أكبر من حجمها، وإذا عجزت عن حمل ما تجده من الطعام استدعت صاحباتها لحمله معها، وربما قطعته أجزاء ليسهل حمله. ومن فوائد النمل في البيئة تهوية التربة بما يحفره من ممرات. إذا ومن فوائد النمل، توقفنا هنا وصلنا هنا، ومن فوائد النمل في البيئة تهوية التربة بما يحفره من ممرات تحت الأرض، والقضاء على كثير من الحشرات الضارة. الآن أحبتنا الطلبة، تحدثنا في الحصة السابقة وهو درس مميز نتعلمه معا عن أهم المعاني والأفكار، لكن لم نكمل الأفكار بعد، وسأوضح لكم الشرح مرة أخرى حتى نستذكر ونكون متابعين مع بعضنا. تمام، هنا ذكرنا أين ذهبت الصورة هنا؟ هل رأيت مجموعة من النمل؟ قلنا
لحديثنا لا بأس، لحديثنا عن بداية النص عندما يكون باستفهام. تمام، قلنا بدء أسلوب الاستفهام يثير التشويق لدى القارئ، وهو أسلوبه كما رأيتم ابتدأ به النص بالحديث عن قرية النمل، كاتب أريد أن يكتب عن قرية النمل، هذا يفيدنا في التعبير. تمام، فعندما أراد أن يكتب عن قرية النمل ابتداها بماذا؟ كما قلت لكم سابقا باستفهام، حتى تستطيعون أن تتمكنوا من الكتابة الجيدة. قراءة أولا، قلت لكم اقرأ أكثر. ثانيا، البدء بأسلوب التشويق وهو أسلوب مميز. تمام، أحسنتم. الآن أهم الأفكار الرئيسية التي قلنا عنها في هذا الدرس، الحديث عن تميز النمل ونشاطه في ماذا؟ ونشاطه في العمل. الحديث عن تميز النمل ونشاطه في العمل. تمام، أيضا ما هي أهمية أيضا الأفكار المهمة التي تحدثنا عنها في الدرس لنكمل. هيا هيا هيا، أيضا في الفقرة الثانية التي تحدث عن ماذا تحدثت؟ عن ماذا أحبتنا الطلبة؟ عن ماذا تحدثت؟ هيا، عن وظيفة العاملات في قرية النمل وأنها هي التي تبني وتشق الطرق، وأنها هي التي تبني وتشق الطرق في حكمة الله عز وجل وقدرته وعظم قدرته، أنه وضع للنمل أقسام أقسام، هناك ملكة، هناك عاملات، هناك سبحان الله نظام دقيق. فعند وضعه لكل هذه الأشياء كأنه يريد أن يعطينا درسا في تعلم هذا الشيء. إذا من أصغر الحيوانات هاء والحشرات النمل كان لديهم هذا النظام، فكيف نحن باب أولى أن نتعلم هذا الشيء. تمام، الفكرة التي تليها، هل أنتم متابعون معي بالكتابة؟ وظيفة العاملات في قرية النمل أنها هي التي تبني وتشق الطرق. تمام، أريد أن أسألكم سؤالا قبل الانتقال إلى الفقرة الأخيرة. هنا عند قلنا من فوائد النمل، دون أن أضع على الصورة، ما هي أهم فوائد النمل كما ذكرت وكما قرأت؟ هيا من يستذكر؟ من يستذكر؟ هيا هيا، أريد ذكاء. هيا هيا، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. علي تهوية التربة، عم عمر تهوية التربة، ويامن أحسنتم يا يامن، سما، سيف، ليليان، محمد، ميس، عمر، ليليان، شق التربة وتحفيرها. والآن سأشرح لكم كيفية العملية. الآن القضاء على الحشرات وجود، أحسنت يا جود، تهوية التربة، بارك الله فيكم. سيلينا، علي، ليليان، عمر، أحسنتم يا عمر ودانا، بارك الله فيك يا دانا. تمام، تمام تمام. الآن الآن أحبتنا الطلبة، قلت لكم عند تهوية التربة، عند قدرة الله عز وجل كيف جعل النمل يحفر هذه التربة حتى تتهوى وتدخل عليها أشعة الشمس، وبذلك تقضي على كل الحشرات والبكتيريا الضارة. تمام، الآن ما هي أهم الدروس المستفادة من هذا الدرس؟ ماذا تعلمتم؟ ماذا تعلمتم؟ ماذا تعلمتم من هذا الدرس؟ شو الدروس المستفادة؟ كتبتها قبل أهم الدروس، قبل أن نذهب إليها، العمل، الحديث عن أهمية العمل، تعلمنا قرية النمل العمل بنشاط. أحسنت يا سيلين يا يامن، بارك الله فيكم. أيضا سيف، تعاون يا سيف، بارك الله فيك. ميس، أحسنت يا ميس، أسد الله وعبد الله، التعاون. وعمر ودانا، نظام حب التعاون. وعبد الله، أحسنت يا عبد الله، النظام. تمام،
أهم الدروس المستفادة من قرية النمل، نقل هنا قيمة التعاون النظامي في العمل. تمام؟ المودة والمحبة في العمل والنظام فيهما أثر كبير في التكافل الاجتماعي. إذا هذه زائدة خط. إذا المودة والمحبة في العمل والنظام فيهما أثر كبير في التكافل الاجتماعي عندما نكون منظمين في عملنا أحبتنا الطلبة، كما في عندما نكون متعاونين، إنما المتعاون نشاط العمل بجد يعطينا ماذا؟ يعطينا الحب، التعاون، الألفة، هذا كله ما يعلمنا إليه الدرس. تمام، هذه أهمية الدروس المستفادة من قرية النمل. هل أنتم متابعون؟ هل يوجد أسئلة؟ هل يوجد أسئلة؟ أي استفسار؟ أي استفسار؟ أسئلة؟ إذا قيمة التعاون، عندما أقول لكم من أهمية الدروس المستفادة من هذا الدرس قرية النمل قيمة التعاون والنظام في العمل، المودة والمحبة في العمل والنظام فيهما أثر كبير في التكافل الاجتماعي. تمام، نريد أن نختبركم الآن. أحبتنا الطلبة، كل ما ذكرته من معاني وأفكار مهم جدا، تمام؟ مهم جدا. أهم شيء التركيز، تمام؟ أريد أن أختبركم قليلا بعد حل الأسئلة إن شاء الله، بعد الاختبار وحل الأسئلة وإنهائها نعود إلى أهم القواعد والاستخراجات المهمة، تمام؟ الآن لحتى نكون مستذكرين لأهم المعاني. هنا ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. تخرج اليرقات من البيض، ماذا تعني اليرقة؟ ملكة النمل في القرية؟ أم النملة في أول خلقها؟ أم النملة حين تصبح كاملة؟ هيا هيا أريد نشاطا، النملة في أول خلقها. فلنضع معا دائرة حول هذا الجواب. أحسنتم، ها هي الدائرة. تمام، ها هي الدائرة أمامكم. تمام، السؤال الذي يلي: صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني. هنا عجزت، ما معنى عجزت؟ تريد أن نصل معا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. عجزت، لم تستطع، نصلها معا، لم تستطع. هيا معا، كلنا معا. تمام، ما معنى استدعت؟ استدعت، هيا بارك الله فيكم. استدعت، ها هي واضحة، استدعت، نالت، استدعت، نالت. هل هناك خلل؟ ترعى، ما معنى ترعى؟ ترعى، ترعى، ترعى هنا تهتم بي. أحسنتم. تشق، ما معنى تشق؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، تفتح، تشق، تفتح. أحسنتم، بارك الله فيكم. تمام، هل هي واضحة؟ بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه: صل كل كلمة في العمود الأول بضدها في العمود الثاني. ضار، ما معنى ضار؟ الكلمة وضدها هنا. ضار عكسها، الكلمة وضدها، الكلمة وضدها. ضار عكسها نافع. أحسنتم، ضار عكسها نافع. تبني عكسها تهدم. أحسنتم، تبني عكسها ها هي تهدم. بارك الله فيكم، أشكركم على تميزكم. تمام، تجمع، ما عكس تجمع؟
تفرق. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أحسنتم، كل إجاباتكم التي ذكرتموها صحيحة، تجمع تفرق. إذا هنا نظام عكس نظام، ما هو عكس كلمة نظام؟ أتت بعكس الفوضى. هل أنتم متابعين معي؟ هل يوجد أي مشاكل؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ بارك الله فيكم. أي استفسار هنا؟ أريد أن أوضح لكم قليلا، الكلمة وعكسها نسميه الأسلوب في اللغة العربية فقط للمعرفة، فقط نسميه أسلوب الطباق. إذا حتى عندما تصبحون خامس وسادس وسابع وثامن، من يقول لكم ما هو أسلوب الطباق؟ الكلمة هنا مطابقها عكسها، تمام؟ تقف الكلمة وعكسها أسلوب الطباق. بارك الله فيكم. إذا أسلوب، ضعوا فقط جنب السؤال بجانبه أسلوب الطباق، تمام. هل هناك مشاكل؟ أسلوب الطباق. إذا أعيد وأكرر، أسلوب الطباق في اللغة العربية يقصد به الكلمة وضدها. الكلمة وضدها يسمى في اللغة العربية أسلوب الطباق. الكلمة تأتي عكسها مطابق، عندما تكون الكلمة مطابقها هنا إذا أسلوب الطباق. إذا أسلوب الطباق. ها هي رجوع إلى الأسئلة. من لم يتابع أحبتنا في الصف الرابع؟ من لم يتابع حل الأسئلة؟ بس هنا من يقول عودي عبد الرحمن، ما هي المشكلة؟ تعالي بس سيلينا مش كاتبة ماذا؟ هل يوجد مشاكل يا سيلينا؟ هي بجوز كاتبة سيلينا عبد الرحمن، ها هي الكلمة ومعناها، وها هو أسلوب الطباق. هل يوجد مشاكل؟ ننتقل إلى حل أسئلة الفهم والاستيعاب، تمام. أريد أن نذكر أهمية هنا حل أسئلة الفهم والاستيعاب، تمام. أريد أن أسألكم سؤالا، ما هي وظيفة الملكة في قرية النمل؟ كما ذكرنا، هيا هيا هيا، هيا تضع البيض وترعاه. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا أحسنتم، وظيفته تضع هنا خط واضح، تضع البيض بشكل كبير، لا وترعاه حتى يفقس وتخرج ماذا؟ اليرقات. إذا تضع البيض وترعاه حتى يفقس هذا البيض وتخرج ماذا؟ اليرقات، تمام إلى هنا؟ تمام. السؤال الذي يلي، ماذا تفعل النملة إذا وجدت طعاما لا تستطيع حمله؟ هيا هيا هيا، ماذا تفعل؟ أحسنتم، أجزاء صغيرة. أحسنتم، بارك الله فيكم. تقسمه إلى أجزاء، الخط أهم شيء يكون كبير.
أقسمه إلى أجزاء صغيرة. هل يوجد مشاكل في الخط؟ أحبتي الطلبة، هل الخط واضح؟ تمام؟ طيب، ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما هي وظائف العاملات في قرية النمل؟ ذكرناها قبل قليل. هيا هيا هيا، تنظيف القرية. أحسنتم. إذا تحافظ على نظافة القرية وأيضا كما ذكرنا أنها تبني وتشق الطرق وتحافظ على تهوية التربة، تبني وتشق الطرق. ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع، ما فوائد النمل في البيئة؟ ما فوائد النمل في البيئة؟ أحسنتم. هذا ميزة سمية. بارك الله فيكم. إذا يوجد لها فوائد كثيرة، أولها هنا نذكر تهوية التربة والقضاء على الحشرات الضارة. والبكتيريا أيضا. تمام. هل يوجد أي أسئلة؟ هل يوجد أي أسئلة؟ أكيد. تمام تمام تمام. هل يوجد أي أسئلة؟ هل أنتم متابعون معي إلى الآن؟ هل يوجد أي مشاكل؟ بارك الله فيكم. من أراد سؤالا فليسأل. الخط واضح أهم شيء؟ تمام، أحسنتم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تمام. ها هي الأسئلة لمن لم يكتب إلى الآن؟ ها هي الأسئلة لمن يكتب إلى الآن؟ تمام. هنا أصحابي في كمل هذا تخص أنا أكمل بس أكمل في الجزء الثاني من التدريب الخاص. إذا يطلب منكم تحضير تكمل تحضير الدرس إن شاء الله، أسئلة حل أسئلة حتى لا أثقل عليكم فترة الامتحانات إن شاء الله. غدا تحضير كامل الأسئلة بقيتها إن شاء الله. هل يوجد أي شيء؟ بارك الله فيكم، استعدوا للحصة التي تليها ودمتم في الود. شكرا لكم.